في تقرير كده برضو البيت الكبير مجهزينه لك علشان نشوف اكتر مين احمد طارق سليمان. اتفضل. هو واحد من جواهر المستقبل لعرين النادي الأهلي والكرة المصرية في ظل الإمكانيات الفنية الكبيرة التي يمتلكها والقدرات البدنية الرائعة التي يتميز بها والتي أهلته لكسب ثقة المسؤولين في القلعة الحمراء. أحمد طارق سليمان حارس مرمى النادي الأهلي الشاب ومنتخب الشباب المصري، وواحد من اللاعبين المميزين الذين يتوقع لهم مستقبل كبير في الفترة المقبلة مع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، وهو نجل واحد من كبار الحراس في النادي الأهلي لاعباً ومدرباً، الكابتن الخلوق طارق سليمان. تدرج أحمد طارق سليمان في صفوف الناشئين بالنادي الأهلي عبر مختلف المراحل السنية، ورغم أنه من مواليد عام 2000 وعمره حالياً 20 عاماً فقط، إلا أن الفترة الماضية شهدت تصعيده بصورة مستمرة للتدريب مع الفريق الكروي الأول بالنادي رفقة زميله مصطفى شوبير، نجل الحارس العملاق السابق أيضاً أحمد شوبير. يرى الكثيرون في النادي الأهلي من مدربي قطاع الناشئين وخبراء الكرة أنه لا خوف على مستقبل حراسة المرمى في القلعة الحمراء عقب اعتزال الثنائي شريف إكرامي ومحمد الشناوي في ظل وجود أحمد طارق ومصطفى شوبير، وفي ظل الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها اللاعبان. ولا يمكن أن ينسى أحمد طارق سليمان تاريخ 16 من مايو في العام الماضي 2019، والذي شهد ظهوره في قائمة الفريق الكروي الأول للمارد الأحمر في مباراة إمبي ببطولة الدوري المصري الممتاز. آمال كبيرة ومستقبل أكبر ينتظر أحمد طارق سليمان في القلعة الحمراء، والفتى الواعد عاقد العزم على اقتناص الألقاب والدفاع عن الكيان والمبادئ التي تربى عليها داخله بكل قوته.